قلنا من أهم الكلاسات الموجودة في الأندرويد ستوديو اللي هي الكلاس اللي اسمها Intent. الانتنت في الأندرويد هي وظيفتها، يعني هي يعني إيش معنات Intent بالأول؟ المقصود فيها بالأندرويد اللي هو رسالة، مسج يعني. تمام، هاي الشباب بدأوا يجوا. تمام، أوكي، يعني من كل شوية بدنا نروح نعمل أدمت، أي أدمت أول. تمام، على أساس إنه تمام. الانتنت هي عبارة عن مسج برسلها التطبيق للأوبريتنج سيستم، أو العكس يعني، أو الأوبريتنج سيستم برسل انتنت للتطبيق. فالانتنت هي عبارة عن رسالة. ليش بيتم إرسال، يعني ليش في تراسل مسجز بين الرسائل بين التطبيق وبين الأندرويد كنظام تشغيل؟ الانتنت موجودة حتى التطبيق يخبر الاوبريتنج سيستم بتشغيل اي اكتيفيتي اخرى. تمام، يعني مثلا اوتوماتيكلي الاوبريتنج سيستم قلنا هو اللي بيشغل اول اكتيفيتي بناء على المانيفست. يعني انت بالمانيفست فايل كاتب انه اللانش، انه خلينا بس نشوف مثال، نعطي مثال. تمام، يعني الشباب هيهم بدأوا يعدوا واحد ورا الثاني. تمام، خلينا نرجع بس للصورة نشوفها. الناس الموجودة عندنا، تمام، صاروا موجودين 8، يعني 8 كويس. أوكي، النسبة ممتازة، نسبة الحضور ممتازة. طيب، في هون يا جماعة المانيفست، حكينا عنه، المانيفست اللي هو ملف الوثيقة، وهذا ملف كتير مهم XML لكل تطبيق. التطبيق بيعلن في هذا الملف اللي هو الوثيقة عن المكونات تبعته الموجودة، في عنده الاكتيفيتي وهي اسمها المين اكتيفيتي، وفي عندنا لاحظوا انتنت فلتر، هاي الانتنت فلتر مكتوب فيها اكشن وفيها كاتيجوري. هذول الغرض منهم انه يخبروا الاندرويد انه هذه المين اكتيفيتي هي اللانشر، هي الاكتيفيتي الرئيسية، هي الاكشن تبعها هو اسمه مين. تمام، وانه وظيفتها لانشر انه بده يتم تشغيلها اول واحده. خلاص، بده يتم تشغيلها اول واحده. تمام، الان لو احنا عشان احنا نشغل نعمل اكتيفيتي ثانيه، عشان احنا نعمل اكتيفيتي ثانيه، هاي انا بدي اروح انا اعمل اكتيفيتي ثانيه، بدي اخذ باليمين هاي نيو، وهنا اخذ اكتيفيتي. تمام، وهي مثلا اخذت امتي اكتيفيتي. تمام، حيسالني شو نوعها، شو اسمها، حقول له اكتيفيتي 2. طبعا اي شيء بدك اياه بتقدر تسميها، هي عباره عن جافا كلاس، جافا كلاس، و جافا كلاس، وفي لها كمان هنا اللي هو اسم الاكس ام ال اللي هو اللي اوت نيم، طبعا عاده بيكون بالسمول. اوكي، تمام، بس فهذا هو السورس لانجويج اللي هي جافا. تمام، فينيش. فالان عماله بيعمل كرييت للاكتيفيتي رقم 2. خلينا بس نشوف احنا ايش اللي اوتس تبع الاكتيفيتي الاولى. خلينا بس نغير شوية فيه هاي لينير لي اوت. تمام،
وهذا فهنا خلي الويدث هنا الويدث هنا خلي ماتش بيرنت تمام. وهذا بسمي انا اكتيفيتي، هاي بسميها مين اكتيفيتي اللي هي الاكتيفيتي الاولى تمام. هو تكست فيو بس بوضح لا هذه الاكتيفيتي الاولى خلص انا خليه تكست فيو، تكست سميه تكست. وهنا مكتوب فيه تكست يعني الاي دي، الاي دي اسمه تكست. هذا تكست فيو فيش فيه شيء يعني، هذا تكست فيو تمام. الان نكبر الخط شويه خمسة وعشرين اس بي تمام. الان بدي اعمل كمان بوتون انا هنا تمام. الويد تبعه ماتش بيرنت خليه ياخذ الشاشه كلها، وهنا الهايت راب تمام. هذا البوتون الاي دي تبعه اوكي سميه مين، تمام مين او اكتيفيتي واحد، اكتيفيتي واحد تمام. تكست مين اكتيفيتي باك جراوند ناخذ من هذول الكالرز تمام. بس خلينا نشوف الديزاين كيف ايش ما اجى البوتون الثاني سبلت بوتون هذا خليه اورينتيشن فيرتيكال تمام. شباب احنا بس بنعمل ديزاين يعني هذا التكست هنا في عندي مين اكتيفيتي تمام، الاسم تبعها بس بنكبر الخط هاي مين اكتيفيتي وهنا تكست تمام. كود بدي اعمل بوتون ثاني انا كمان بوتون خليه ثلاثة يعني هذا بده يشغل الاكتيفيتي الثانية وهذا بده يشغل الاكتيفيتي الثالثة سوري الثلاثة ماشي. هذا هي هون خلينا سميناها اكتيفيتي 2 وهذا اكتيفيتي 3 يعني هذول الازرار بدهم يشغلوا الاكتيفيتي 3 يشغلوا الاكتيفيتيز الموجودة معنا. خلينا نشوف الديزاين بس نغير الخط اللون الكلر بس نميزهم، هذا نخليه هذا اللون وهذا نخليه هذا اللون تمام. خلينا نشوف ايش اللي صار في الديزاين. هي هون صار في عندي مين اكتيفيتي اكتيفيتي 2 اكتيفيتي 3 خلاص تمام. الحين بدنا نعمل كمان اكتيفيتي ثالثه بده يصير عندي بدنا نروح على الاكتيفيتي وهنا امتي اكتيفيتي خلاص وهي سميها اكتيفيتي 3 وهي الاكس ام ال نيم قلنا وهنا لانجويج جافا تمام. حنروح ل حننسخ طبعا الاكس ام ال نفسه نفس الاكس ام ال هنا خليه بس يعملكم نشوف هنا اسمها تكست هاي اسمها اكتيفيتي 1 هاي اكتيفيتي 2 وهاي اكتيفيتي 3 تمام. هذا الكود نفسه كلياته نفسه بده نخليه في الاكتيفيتي الثلاثه هذا أي هنا سوري لينير تمام وهي اسمها اكتيفيتي 2 ونفس الكلام هذا فيها تمام. بس هنا خلينا نقول انه نسميها اكتيفيتي 2 اكتيفيتي
اكتيفيتي بنسميها، مش في التكست. ماشي، خليها هند اكتيفيتي. اكتيفيتي 2. في شباب اجداد سملنا لهم ادميت اول. تمام الشباب، خليكم معنا. هلا بنعيد مره ثانيه، بس خلينا نخلص التصميم ونرجع مره ثانيه نعمل هذا 2. اوكي، نشوف الديزاين بس تبع الاكتيفيتي 2. في عندنا خلل بسيط، بس هون الاورينتيشن بده يكون فيرتيكال. تمام ماشي. اذا هذه الاكتيفيتي 2، هذه الشاشه رقم 2 اللي احنا سويناها. طيب نروح للاكتيفيتي 3، هاي الاكس ام ال تبعها. خلينا نروح على 2 مره ثانيه، بس هون الاكتيفيتي 2 ناخذ كوبي من هذا نفسه. ونروح على 3، وهي خلي الاورينتيشن فيرتيكال. اوكي، وهي خلي لينير لي اوت. تمام، بعدين نعمل كوبي نفس الشيء على هذه اللي هي 3. تمام شباب، انتوا اعمالكم كل واحد شوي تتاخروا في عمليه الدخول للمحاضره. وطيب ماشي، وبعدين كمان كل شوي انا بعمل ادميت، يعني في ناس بتخش وناس بتطلع، ناس بتخش وناس بتطلع، فهذا بيعمل اللي هو ديلي في المحاضره. طيب الان يا جماعه صار في عندي 3 اكتيفيتي في التطبيق، 3 شاشات في التطبيق، وطبعا كل شاشه لها اكتيفيتي ولها اكس ام ال اوت، صح التخطيط. هاي الاكتيفيتي 2 ما فيهاش شيء. تمام، هاي الاكتيفيتي 3 لسه ما عملت شيء بالكود، وهي المين اكتيفيتي اللي هي الرئيسيه. تمام، قلنا مين اللي بيخلي الاوبريتنج سيستم يشغل الاكتيفيتي الاولى؟ مكتوب بالمانيفست، مكتوب بالمانيفست هي هون انه هاي الاكتيفيتي هي الرئيسيه، هي معمولها اكشن اسمه اكشن مين، واللي هو الكاتيجوري تبعها لانشر. تمام، هنا في تاج اسمه اكتيفيتي موجود في اللي هو في المانيفست. لاحظ انه كمان عمل تاج للاكتيفيتي 2 وعمل تاج للاكتيفيتي 3، لكن ما اعطاهمش اللي هو ايش اكشن نيم، ولا خلاهم لانشر. لو انا نقلت هذا الموضوع هيك، عملت كوبي وحطيته في اي وحده من 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 هذول، حتصير هي الاكتيفيتي الرئيسيه، هي اللي حتم تشغيلها في بدايه التطبيق. تمام، طبعا لازم اشيله هذا من هون، يعني لو انا شلت هيك ورحت حطيتهم هون. تمام، صارت الاكتيفيتي 3 هي اللي حيتم تشغيلها في بدايه التطبيق، هي اللي حيتم تشغيلها في بدايه التطبيق. طبعا لا، اخليها زي ما هي كانت بالمين اكتيفيتي. تمام، بس انا وضحت لك الموضوع انه كيف بيتم تشغيل الاكتيفيتي الاولى من خلال الاوبريتنج سيستم. طبعا هذا الكلام اللي بتحكم فيه من خلال المانيفست فايل، من خلال اللي هو المانيفست فايل كملف وثيقه موجود اكس ام ال للتطبيق. خلاص تمام. الان بدنا نشغل الاكتيفيتي، نفتحهم من خلال اللي هو الازرار. يعني مثلا هاي الفيلمين اكتيفيتي، انا خلينا نشغل الايميوليتور بالاول، هاي حياخذ وقت تشغيل الايميوليتور. تمام، لا خلي بيشتغل الاميوليتور. فاحنا لو رحنا للديزاين بالطريقه هذه، يعني انا لما اضغط على الاكتيفيتي 2 بدي هو حيشغل لي الاكتيفيتي 2، لما اضغط على الاكتيفيتي 3 بده يشغل لي 3. من وين؟ من 2، من حسب يعني من اي اكتيفيتي بدي انا انتقل، بدي انتقل الى الاكتيفيتي الثانيه. خلينا نشوف هذا الكلام على الايميوليتور، بس لسه ما اشتغلش. اللي بيشتغل
تمام، قبل لا يشتغل بس نوضح النقطة. قلنا إنه أنا لو شغلت ضغطت على الأكتيفيتي 2 فبروح على الأكتيفيتي 2، لو ضغطت على أكتيفيتي 3 بروح على أكتيفيتي 3، بس أنا بكون ضغطت من 2. خلينا نشوف بس نفهم هذا الموضوع. و تمام يا شباب، انتبه شوية الآن. طبعا ما بيشتغلش شيء لأنه ما مش مبرمجين، يعني هم لسه احنا ما برمجناش، يعني مهما تضغط على الأزرار مش هيشتغل معك. بس احنا انا وريتك هذا التطبيق مصغر، هذا لو ضغطت انا على المين اكتيفيتي بده المفروض انه يشغل ياخذ. انا موجود اصلا بالمين اكتيفيتي، فلو انا ضغطت هنا ما عملناش شيء في الزر هذا. الحين انا لو ضغطت على هذا المفروض انه يشغل لي الاكتيفيتي 2، يفتح لي الاكتيفيتي 2. تمام، خلينا نبدا البرمجه ونشوف كيف بيتم هذا الكلام. انا بالمين الاكتيفيتي هي هنا، بدي اللي هو التكست، خلينا التكست فيو انا بحتاجها هنا، بس بدي اياها تكست فيو، سميها تكست، نفس اللي هو الاسم اللي موجود بالاكس ام ال. شباب اي واحد مش فاهم على طول يوقفني، يعني ما تخليني انا اضلني انا اتكلم. فرجاء اي واحد مش فاهم شغله فرجاء يوقفني، يقول لي انا مش فاهم، هاي انت حكيتها بسرعه. تمام، انا بس هنا بس عرفت التكست فيو، هلا بدي انا كمان اعرف اللي هو البوتون اللي هو اكتيفيتي 1، هذا بشغل المفروض اللي هو المين اكتيفيتي. فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت اكتي 1، سمينا اكتي 1. اوكي، طبعا هاي هنا هذا للاثنين وهذا للثلاثة. تمام، هلا انا موجود في واحد، انا موجود في واحد، هذا مش لازمني ان انا اشغل الاكتيفيتي وانا موجود في واحد. انا لما بكون في واحد اشغل اثنين، فانا اكتيفيتي اثنين اي دوت حطيت، عملت لسنار على الزر، عملت لسنار على الزر اللي هو بده يشغل الاكتيفيتي الثانيه. هاي نيو، تمام اوكي، هذا الكلام صار مفهوم بالنسبه لنا. تمام، هلا كيف بدي انا بدي اشغل الاكتيفيتي؟ عمليه تشغيل الاكتيفيتي انه انا بدي اعمل انتنت، قلت انا دائما لازم اعمل انتنت رساله وابعتها لنظام التشغيل، ونظام التشغيل هو اللي يشغل الاكتيفيتي. حتى لو كانت الاكتيفيتي موجوده في التطبيق، اللي كل الاكتيفيتيز بيتم تشغيلها من خلال الاوبريتنج سيستم. هاي طريقه الاندرويد. صوتك بقطع. صوت بقطع، طيب يعني هذا بشو بكون خلل في الانترنت او شيء جزء عندك، يعني الشباب التانيين هل صوت بقطع؟ في تقطيع خفيف بس. خفيف خفيف. ماشي، ما انا ما بعرف ايش السبب، يعني لانه الانترنت على العموم عندي سريعه. طيب نكمل ولا كيف؟ تكرر الله كمل. طيب تمام، بس انا بدي النقطه هذه نفهمها شويه لانه مهمه جدا، دير بالكم. انا بسال عنها كمان في الامتحان دائما وابدا، انه صلاحيات تشغيل الاكتيفيتي من خلال النظام التشغيل. هيك الاندرويد بسرعه. ايوه يا شباب، تمام شباب، تمام يا دكتور، تمام تمام. بقول انا
يعني الاندرويد مبني بهذا الشكل، بحيث طب ليش هم ليش عاملين انه التشغيل الاكتيفيتي بيتم من خلال نظام التشغيل؟ يعني ليش الاندرويد هو اللي بيشغل التطبيقات؟ ليش يعني مثلا زي الويندوز انه كل تطبيق خاص بذاته، يعني يعني اي واحد بيفتح شاشه بيفتحها من خلال من خلال من خلال نفس التطبيق يعني، تمام؟ يعني ليش ما فيش استقلاليه هون في الاندرويد؟ ما في استقلاليه، يعني كل شيء بيعتمد على على نظام التشغيل، يعني بتقدر تقول وكأنه التطبيقات كلياتها مجرد ما انت ركبتها بتصير ضمن الـ ضمن الاوبريتنج سيستم، وكأنه هذا النظام هو عباره عن تطبيق واحد والاكتيفيتي بتوعه هو اللي بيقدر يتعامل معه. هذا طبعا بسهل عمليه انه انت بامكانك تاخذ اي معلومات من تطبيقات اخرى. يعني مثلا لو انت كنت في التطبيق هذا وبدك صوره من الكاميرا، فاوتوماتيكلي انت بتقدر تستدعي الاكتيفيتي الخاصه بالكاميرا من تطبيق الكاميرا وتاخذ الصوره وتحطها هنا في تطبيقك، لانه انت وتطبيق الكاميرا بالنسبه للاندرويد وكانكم تطبيق واحد. فهمتوا كيف؟ فبالتالي كل الاكتيفيتيز هاي كل الاكتيفيتيز بتم تشغيلها من خلال ايش؟ من خلال نظام التشغيل. انا اي اكتيفيتي بدي اشغلها ببعث له مسج بقول له شغل لي هاي الاكتيفيتي. فبالتالي انا الان حاعمل انتنت هاي الكلاس، هاي الكلاس الجديده اسمها انتنت، سميها اي، سميها اللي بدك اياه، بتساوي نيو انتنت. اخذت اوبجكت من وين؟ من الكلاس اللي اسمها من الكلاس اللي اسمها انتنت، على اساس ان انا بدي اشغل الاكتيفيتي. فاول شيء هاي الكلاس اللي انتنت لها بتاخذ طبعا الكونستراكتور تبعها بياخذ تو باراميتر، اولا بده الاكتيفيتي، فهنا بقدرش اقول له ذس لانه انا في كلاس ثانيه جيت اكتب ابلكيشن كونتكست، تمام؟ وبتعطيه اسمها، بتقول له هنا ايش اسمها؟ اسمها اكتيفيتي 2، اسم الكلاس تبعتها اسمها اكتيفيتي 2، تمام؟ دوت كلاس، دوت كلاس، تمام؟ هيك انت خلصت. يعني هيك انت عملت انتنت رساله، رساله، بعت رساله للنظام، تمام؟ بتخبره انه يشغل لك الاكتيفيتي. بعدين هنا عشان تبعتها بتقول له ستارت، ستارت اكتيفيتي، ستارت اكتيفيتي، بتعطيه ايش؟ الرساله اللي هو اعمل لي ستارت للاكتيفيتي اللي هي اللي هذه الانتنت. يعني وكانك بعتت ظرف، ظرف جواب هيو، مكتوب فيه اسم الاكتيفيتي اللي بده يشغل لك اياها النظام، وقلت له ايش؟ ستارت اكتيفيتي، واديته الانتنت. هذه الجمله بتخبر النظام انه الانتنت هذه الاكتيفيتي اللي موجوده في الرساله هذه شغل لي اياها، تمام؟ ماشي. هلا بامكاني انا ابعت داتا، يعني ممكن انا ابعت داتا لمين؟ للاكتيفيتي. يعني وانا موجود هنا ممكن ابعت اي معلومات في الاكتيفيتي هذه، ابعت للاكتيفيتي الثانيه وانا بشغلها ببعت لها معلومات، بامكاني. هلا بس هلا بدنا نشغل نشوف عمليه تشغيل الاكتيفيتي بس، وبعدين نرجع نكمل. طب لو انا بدي اشغل الثالثه، كنترول سي، نفس الشيء بدي اعمل هذا. انا هذا اسمه اكتيفيتي 3، الزر اللي هو رقم 3، وهذا اسم الاكتيفيتي 3، تمام؟ نفس الموضوع. هذا اذا بشغل الاكتيفيتي 3 من وين؟ من المين اكتيفيتي، من المين اكتيفيتي، خلاص. الحين الاكتيفيتي 2، الاكتيفيتي وانا في الاكتيفيتي 2 بدي اشغل ايش؟ بدي اشغل مثلا، بدي اشغل الاكتيفيتي 3. خليني بس انا انقل نفس الكلام اللي كان هنا، بدي انقله في الاكتيفيتي 2 عشان انا بدي اصل لهم. وهنا تكست فيو، تكست رجعني شباب، اي واحد مش فاهم
مباشرة يسألني، لأنه الموضوع هو بسيط يعني تافه ما في أي إشي، لكنه في معلومات كثيرة مهمة بدك تفهمها. يعني في الأكتيفيتي 2 هنا أنا بس بدي أشغل 3، يعني أنا بدي أستدعي 3 بس اللي هو من الأكتيفيتي 2. خلاص هاي خلينا نشغل التطبيق ونشوف كيف إيش اللي بيصير. دكتور تفضل. الوقت ايش الفرق لما اجي اعرف البوتون مثلا اكت 1 تمام يساوي مثلا وافتح قوسين واكتب بوتون، ايش الفرق بينها وبين العادي اللي فيه؟ طيب بس سكر الصوت اللي عندك على اساس انا اعيد السؤال مره ثانيه لانه ما فهمتوش. كيف يسكر الصوت ويعيد السؤال؟ لا يسكر اللي فيه صوت جنبه، يعني في ناس اطفال كانوا بيتكلموا. ما تشحد جنبي؟ لا ما اللي فتح شباب اللي فتح المايك رجان يسكر المايك. تمام يلا اسال السؤال الثاني. هالوقت انت الحين لما عرفت البوتون اكت 1 وحطيت يساوي فايند فيو صح؟ اه ايش الفرق بين هذه وبين ما اكتب يساوي افتح قوسين واكتب بوتون؟ اه يعني انه انا احط هنا بوتون بوتون ايوه احط بوتون في القوسين، ايش الفرق بينها وبين العاديه؟ تمام سؤال وجيه وحلو ممتاز وبارك الله فيك، شكرا على السؤال هذا. طبعا هذا بالاندرويد ستوديو فيرجن 1 و2 و3 كنا زمان نحط هاي نحط كاستنج، يعني يعمل كاستنج، بس الان العمليه اختلفت. هو فايند فيو باي اي دي، هاي الميثود بالاول كانت ترجع فيو، يعني هذه الميثود فايند فيو باي اي دي. شو الغباء؟ انتبه شوي. هاي الميثود فايند فيو باي اي دي لو انت كتبت هنا طلع فايند فيو باي اي دي، فايند فيو باي اي دي هاي الميثود ايش بترجع هنا؟ تي. بالاول هنا كان مكتوب فيو، هذه الميثود اصلا كانت بترجع فيو، بترجع فيو يعني فيو كامل، يعني فيو كامل. انا ما بدي كل فيو، انا بدي بس بوتون. عرفت كيف؟ انا بدي بس بوتون، يعني خليني بس افهمك شغله. بينت تركيبه الاندرويد ستوديو، الكلاسات تركيبه، هاي الكلاس اللي اسمها فيو، هذه الكلاس اللي اسمها فيو. تمام ماشي. مين بتفرع من الفيو؟ كل عناصر الشاشه. يعني البوتون عباره عن فيو، يعني مثلا هيك يعني لو جبت عملت خط هنا. تمام خلينا نرسمهم رسم كده بسرعه. يعني هاي البوتون مثلا، هذا التكست فيو، هذا الايديت تكست، هذا الايمج فيو، هذا مثلا ليست فيو. كل عناصر الشاشة، اللي احنا خدناها هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن كلاسات. كلاسات متفرعة من مين؟ من الكلاس الام تبعتهم اللي هي فيو. يعني كلهم بيرثو، كلهم اولاد مين؟ اولاد الفيو، كلهم اولاد الفيو. فبالتالي انت هنا، انت هنا عامل هاي الميثود بترجع فيو، ترجع فيو كامل. انت ما بدك الكامل الفيو، انت بدك بس بوتون، بدك ايش؟ لا تكست فيو ولا اي شيء. هذا بتعمل بس، انت بتعمل كاستنج، يعني هذه عمليه تحويل، تحويل الميثود هاي بترجع فيو كامل. انا ما بدي الفيو كله، انا بس بدي البوتون منه، يعني هذه بس عمليه تحويل. زي لما تقول مثلا، اقرب لك اياها، زي لما انت بتقول دبل اكس بتساوي 100. تمام هذه المية هي عباره عن انتجر، عدد صحيح، يعني هذه انتجر. الاكس هذه دبل، ليش ما قالش في ايرور؟ هو لانه الكبير اوتوماتيكلي بياخذ الصغير، لانه هذه الاصل انها تكون زي هيك، الاصل انها تكون زي هيك، لان بس الدبل اكبر من الانتجر، فالتحويل بيتم تلقائي. لكن لو انا قلت له انتجر، اكس وحطيت هيك، هيك حيقول لي ايرور. غلط. ليش غلط؟
لانه الانتجر بياخذش دبل، لانه الاكس هذا الانتجر اصغر من الدبل اصغر. ولما انا بحول، اشي كبير لاشي صغير لازم اعمل له كاستنج، لازم اعمل له هنا كاستنج. كاستنج معناتها تصريح، تصريح بالايش؟ بالتحويل. تصريح لازم اصرح بالتحويل. لما اخذ اشي، لما اخذ اشي صغير من اشي كبير لازم اصرح بعملية التحويل، هذا بسموه كاستنج. في البرمجة في الجافا بسموه كاستنج. كاستنج يعني معناته ايش؟ معناته زي ما انت لما تيجي بدك تحط طنجرة كبيرة في طنجرة صغيرة، بنفع تحط طنجرة كبيرة في طنجرة صغيرة؟ بنفعش، بدك تكسرها عشان تحطها في الصغيرة، فهذا بسموه كاستنج. تمام؟ هذا بسموه كاستنج. نفس الاشي هذا الموضوع، نفس الاشي هذا الموضوع. هذا البوتون صغير لكن الفيو كبير، الفيو كبير، فبالتالي احنا بنحط هنا كاستنج كنا بالاول، لانه هذه الميثود كانت ترجع فيو. بس هلا هم عشان للتبسيط، خلوها ترجع something else t، بحيث انه يلغوا عملية الكاستنج هذه، اساس انه انا بس هاي بالاندرويد ستوديو الجديد من ثلاثة وطالع. لو انت اشتغلت رجعت تشتغل على الاندرويد ستوديو اثنين او الاس دي كي قديم، فاوتوماتيكلي لازم تحط هنا كاستنج. فانت لما تجيب اكواد من الانترنت بتلاقيهم حاطين هنا عاملين كاستنج، فهذه ما تنتبهش لها كتير، يعني سواء حطيتها هنا او ما حطيتها هو اوتوماتيكلي حيعمل كاستنج. خلاص، هو سواء حطيتها او ما حطيتها اوتوماتيكلي هو حيعمل كاستنج. ماشي، يعني هلا لو حطيتهم هنا انا ما في مشكله. ماشي، هي في الاكواد القديمه اللي موجوده بالانترنت، لو انت جبت اكواد قديمه حتلاقي فيها. بس هلا ما فيش داعي لها، لانه اوتوماتيكلي هذه الميثود بترجع تي، بطلت ترجع فيو. فهمت؟ فهمت هذه النقطه مهمه، يعني على اساس انه انت يعني تكون فهمت الموضوع هذا من جافا واحد. يعني لما انت خدت جافا واحد كان من المفروض تكون عارف انه عملية الكاستنج هذه، الكاستنج هي عبارة عن تحويل من كبير لصغير، هاي اسمها كاستنج، تحويل من كبير لصغير. لكن لما يكون، في كبير هذا هيك وانا بحول صغير لكبير، لما انا بحول صغير لكبير هذا بدون كاستنج، امبليسيت، كاستنج. خلاص، مين اللي سأل؟ تمام يا دكتور، تمام. تمام، بس أساس أنك سألت سؤال خارج نطاق المحاضرة، لكن برضو مهم، يعني هذا المفروض أن أنت كنت عارفه من جافا واحد، بس مش مهم، مش غلط أنه احنا نستذكر اليوم، مش مشكلة. تمام، هذا الموضوع. الآن احنا شغلنا البرنامج، هلا اشتغل. لو انا ضغط على الاكتيفيتي 2 لاحظ هلا صرت انا موجود في اكتيفيتي 2، لاحظتوا عمليه التشغيل. لو انا ضغطت على اكتيفيتي 3 الان من 2 راح هيشغل لي 3، هيشغل لي 3. انا الان وين؟ الان في 3. لو رجعت باك بالسهم هنا هي رجعت على 2، لو كمان رجعت باك وين؟ هيرجع لي على البرنامج المين اكتيفيتي. تمام، لو انا رجعت باك خلاص حطلع من التطبيق، مش كده ولا لا؟ لكن هو اوريدي لسه شغال. تمام، لو انا ممكن انا ارجع له بالطريقه هذه، هاي ماشي. هاي لو انا ضغطت على الاكتيفيتي 2 هاي شغلت الاكتيفيتي 2، لو انا ضغطت على الاكتيفيتي 3 من 2 بيشغل لي. طب لو انا ضغطت على المين اكتيفيتي من 3 ايش حيصير؟ مين بيجاوب؟ ولا شيء، عرفناش لسه. ممتاز، يعني في اكثر من واحد جاوب بس ما ركزناش، يعني يا ريت واحد بس يجاوب. تفضلوا، تفضل. يصير شيء لانه احنا ما عرفناهاش في الـ الاكتيفيتي 3 في الجافا. بس مين اللي بتكلم؟ مين اللي جاوب؟ محمود ابو جاموس. مين؟ محمود ابو جاموس. محمود، ممتاز. احنا اصلا في الاكتيفيتي 3 ما شغلناش الزر هذا، ما شغلناش الزر هذا. تمام،
ما شغلناش الزر هذا صح ولا لا؟ أطعميني. يعني احنا في الاكتيفيتي، في الاكتيفيتي 2 وانا وانا في 3 هلا بشغل. لو انا طب لو ضغط على اكتيفيتي 2 وانا في 3 الان صح، انا في 3 لو ضغط على اكتيفيتي 2 ايش بيصير؟ بروح على 2. ما راحش على 2، هي مكتوب هنا في 3. لا ما عرفناش الدكتور اكتيفيتي 2 من اكتيفيتي 3. يعني احنا ما شغلنا، ما عملنا شيء. لاحظ هاي الاكتيفيتي 3 طلع ايش فيها؟ ولا حاجه، يعني فاضيه، ما عملنا ولا شيء فيها، ما شغلناش منها ولا شيء. يعني الاكتيفيتي 2 هي اللي حطينا فيها زر واحد يشغل بس ايش، يشغل 2 هاي، بشغل بشغل 3 عفوا، من 2 بس بقدر اشغل 3 اللي احنا سويناه. من المين اكتيفيتي بشغل 2 و3 ايوه، هاي بشغل 2 وهاي بشغل 3.